لتحضير مربى المشمش بسوريا كنا نستخدم نوع اسمه شكر برا من المشمش، هو لوزي حلو للمربى خصوصا اللي متوفر عنده، فيه يستخدم اي نوع. نحاول يكون الحبة متماسكة ما تكون كتير طرية، لحتى اذا بتكون يحافظ على القطع بعد ما نغلي نقطعه بالنص ننزع النوى، او فيكم تحفظوا الحبة مثل ما هي اذا حبيتوا. منضيف السكر، ممكن نستخدم سكر قاطي او سكر جيلي، شرحت انا عنه بمربى الكرز فيكم تشوفوه. اللي بيلاقي صعوبة شوي بالمربى يستخدم سكر جيلي لانه بيساعد انه يقعد معنا القطر بسرعة ويسمك. هنخليه بالسكر 5 ساعات، يفضل لتاني يوم بالبراد لحتى تنزل كل السوائل من المشمش، ومنبلش نغليه على النار. طبعا بسوريا كنا نغليه شوي على النار بعد نحطه كذا يوم على الشمس، اذا متوفر عندكم ما كان عندنا الجو مشمس نغليه كل مدتي على النار. بس يبلش يغلي منشيل الرغوة اللي بتطلع على الوجه، هي من الشوائب السكر، نحط عصرة ليمون. بس نشوف حبة المشمش صارت شفافة بنرفع طرف اذا حبيتوا تحافظوا على القطع، اما اذا حبيتوا مهموس كملوا الغلي. بعدها بنضيف للقطر شوية لوز، حبيت انا اضيف لوز، بنضيفه بهاي المرحلة لحتى يبقى عنا عم يقرش، وبس يقعد معنا القطر ويسمك بيكون عنا صار جاهز. بنخليه يبرد تماما، بعدها بنحفظه بمرطبان وبنقدمه. صحة وهنا.